السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. قد يكون ظهور جائحة كورونا بسبب عادات غذائية غير صحية عند بعض الشعوب، وقد يكون عملا جرثوميا. هذا يبقى في عالم الأسباب، لكن للمسلمين دائما روايتهم الخاصة التي تمزج عالم الأسباب بأقدار واختيارات مسببها، وهو الله عز وجل. في هذا الإطار يصبح الحديث عن جائحة كورونا حاجة ملحة لمعرفة التفسير الإسلامي لها وطرقه في التصدي لها ومواجهتها، ومدى امتلاك المسلمين الوعي الشرعي اللازم لفهم هذا الوباء وأسباب ظهوره. نطرق موضوع حلقة اليوم مع الدكتور عمر عبد العزيز القرشي، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور عمر. أهلا مرحبا، أهلا وسهلا بك وبإخوانك ومشاهديك الكرام. حياكم الله دكتور. يعني كما ذكرنا في بداية في المقدمة، يعني انتشار كورونا، يعني في الحديث عن الأسباب ثمة اختلاف، أنه بسبب أكل الخفافيش أو أكل الحيوانات بطريقة غير صحيحة أو ربما التي تستقبحها نفس الناس في بلادنا، أو بفعل حرب جرثومية من الصين باتجاه باقي الأمم الكبرى، أيا يكن الأسباب، لكن فوق عالم الأسباب نريد تفسير الإسلام ورؤيته لهذه الجائحة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه الكورونا وهي واحدة من سلسلة أوبئة عرفت في الآونة الأخيرة، كأن يقال إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، جنون البقر، سارة، هذا المسمى ب سارس. سارس اللي هو من نفس الفصيل. نعم. إلى أن وصلنا إلى هذه الكورونا وبيعطوها رقم 19. يعني إذن هي سلسلة من أوبئة، والسلسلة من الأوبئة جزء من الأمراض المستحدثة، جزء منها قديم أيضا، فالطاعون معروف من القدم. هذه الأمراض هي في ميزان الإسلام ابتلاء من الله عز وجل، بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هذه الأمراض وتقابلها الأدوية لها جانب حسي وجانب معنوي. الجانب الحسي بيدرس في كليات الطب وبيعرفه الأطباء ويمارسونه، فالطبيب الحاذق الذي يشخص الداء ويصف الدواء، فإذا وافق الدواء الداء برئ بإذن الله، وما الطبيب إلا سبب من الأسباب شأنه في ذلك، شأن الدواء الذي سيتناوله المريض. لكن عندنا في الإسلام بعد آخر لقضية الأمراض، سيما الأوبئة والطاعون. هذا البعد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، منها حديث في سنن ابن ماجه وغيره وهو بسند صحيح. أذكر ما يعنيني من الحديث، أخذ منه الجزئية التي نتحدث عنها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. في رواية: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع
التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذا نحن أمام بعد معنوي لهذه الأوبئة لا ينحصر في المأكولات التي أكلها أهل الصين مثلا، وهي وإن كانت محرمة في نظر الشريعة الإسلامية، وكأنهم بهذه المخالفات ابتلوا وأراد الله عز وجل أن يظهر آية، لكن تضاربت الأقوال فيما بعد ذلك. وبعيدا عن تضارب الأقوال في هذا الفيروس بسبب هذه الأشياء التي أكلوها الضارة أو المحرمة أو بتدخل بشري أو بغير ذلك، لكن البعد الإسلامي والنظرة التي يتحدث عنها طبيب البشرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنه إذا وجدت الفواحش وكانت مسترة فالناس في ستر الله الجميل، لكن أن يعلنوا عن هذه الفواحش في الإعلام وفي المواقع وفي الشوارع وفي الشواطئ ويكون هذا ما ظهر منه بخلاف ما بطن في الشقق المفروشة وباتخاذ الأخدان، وتصبح هذه الفاحشة منتشرة في الناس انتشار النار في الهشيم وكأنها الأصل، وتيسر سبل الحرام وتعسر سبل الحلال، فينتشر الزنا ويتعذر الزواج مع مخالفة منهج الله عز وجل بهذه الصورة التي نراها في الواقع. وكانت في البداية في بلاد الغرب أوروبا وأمريكا، ثم سارت العدوى إلى بلاد المسلمين فانتشرت في بلاد المسلمين انتشار النار في الهشيم، وصارت التجربة أول ما بدأت في دولة كمصر ثم لبنان، العلمنة التي غطت تركيا من بعد سقوط الخلافة، انتشار العلمانية في بلاد العرب والمسلمين، ووجدت الشواطئ ووجدت الشوارع وظهرت الموضات والنساء الكاسيات العاريات بل العاريات العاريات على الشواطئ في بلاد المسلمين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل يغار، ومن غيرته يغار أن يزني عبده بأمته، يغار على خلقه، يغار على النساء حين يخرجن إلى الشارع هكذا كاسيات عاريات مثلا. فمن ثم تأتي النذر وتأتي العقوبات، تأتي أولا في صورة نذر قبل أن تكون عقابا. ولذلك الحديث ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها وهي مستترة أهم في ستر الله، لكن أعلنوا عنها يمهلهم الله، الإمهال له أجل ثم ينتهي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا انتهى الإملاء أو الإمهال جاء الكيد في صورة نذر. إيه النذر؟ مثلا لما تقرأ قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر، الآية دي مفسرة لا تحتاج مني، إنما أذكر لها تفسيرا ونحن نراها أمام أعيننا، والكل يعاني منها سيما إذا كان مسلما، المسلم هو اللي بيعاني من هذه المخالفات الشرعية. إنما الذين لا يبالون ويريدون أن يعيشوا حياتهم كحياة الأنعام فهذا يعني فرحهم وتلك سعادته. طيب، فالله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني هذه مخالفات نعم خالف الناس فيها منهج الله عز وجل. طيب ما يترتب على هذا؟ يعني قبل ذلك دكتور سنأتي على كل هذا، يعني لكن أنت مرة وصفتها بأنها ابتلاء وفي مرة أخرى وصفتها بأنها عقوبة، يعني هل هي الابتلاء نفسه العقوبة أم ثمة فارق بينهما؟ وإذا كان ابتلاء فمن الذي ابتلي هنا؟ منهما يكون عقوبة ومنهما يكون رحمة ومنهما يكون كفارة. الابتلاء تتعدد صوره وتختلف من المؤمن للكافر ومن الصالح للطالح، فليس ثمة تناقض بين أن يقال ابتلاء أو عقوبة.
بل يمكن أن أقول ليس عقوبة بل إنذار، والإنذار ضمن العقوبة. إذن في الكلام تخصيص وتعميم، وفي الكلام مترادفات أحيانا، نعم. أو ما يعمم ويخصص. وذكرت انها ايضا وذكرت ايضا عفوا دكتور وذكرت انها ايضا من جنس الطاعون، وانها وان هذا الطاعون يعني هو يكون عقوبه للناس، لكن الطاعون فيما نعلم انه وقع في عهد عمر بن الخطاب وقتل به عدد من الصحابه رضوان الله عليهم. نعم كيف هذا يمكن صحيح، كيف يمكن لكن هل التمييز؟ هو منحصر في عهد عمر؟ هل النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر طاعون عمواس في علامات الساعة وقال موتان يأخذان في الناس كقعاص الغنم أو كقصاص الغنم، إنما قال موتان، والذي نتحدث عنه هو طاعون عمواس، وهذا أحد الموتين. إذا كان في هناك طاعون آخر، ثم إن هذا الطاعون يتجدد بتجدد الفواحش، كقولي عليه الصلاة والسلام، أنا ما أكملت المعلومة ربما لهذا حضرتك درست الحديث، قال ما ظهرت الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. إذن وجود طواعين وأوبئة من وجهة نظر الشرع مرتبطة بالفواحش وانتشار المعاصي أو الجهر بالمعصية، والله عز وجل قال هذا في الآية التي تلوتها ولم أكملها بعد في سورة الروم، وآية أخرى في سورة الفجر. فآية الروم بيّنت أن كثرة الفساد تكون سبب العقوبة، ظهر الفساد، هنا الظهور، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ليذيقهم بعض الذي عمل. هذا الذي نحن فيه ذوق من العذاب، ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما الحكمة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. الآية الأخرى في سورة الفجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذن كثرة الفساد يقابلها سوط عذاب، وبقية الأصوات من العذاب مؤجلة، لأنه من العذاب ما يقع في الدنيا أما جله ففي الآخرة. ولذلك قال الله في آية السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فتسألني الآن وباء الكورونا عم وطم، انتشر في بلاد المسلمين كما بدأ ببلاد الكافرين. طيب ثم هو يبتلى به الرجل المسلم والرجل الصالح، لكن المصلي. أرجو المعذرة، أرجو المعذرة دكتور، يعني قبل كورونا، هي قبل كورونا ما زال في نفس الشيء من عمواس. يعني أنت قلت بأن كورونا هو انتشر بسبب ظهور الفساد، هو ابتلاء بالنسبة للمؤمن رحمة. لو أكمل سؤالي من فضلك دكتور، يعني أنت قلت بأن كورونا ظهر بسبب ظهور الفساد في البر والبحر، لكن أنا سألتك عن عمواس الذي انتشر في دمشق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن قد ظهر الفساد في البر والبحر، ولم تفشى الفحشة في ذلك الزمان، فكيف نميز يعني هذا من ذاك؟ نعم، لم يكن قد تم الفتح الإسلامي للشام، وكان الناس على ما كانوا عليه من فساد في ظل الدولة الرومانية والاحتلال الروماني. الروم وفارس كان ينتشر فيها الفساد والفجور والزنا والعهر والدعارة على أوسع نطاق لا يمكن أن تتخيله، على الرغم من هذا الواقع المرير الذي نعيشه الآن. نعم. فلا تعارض. ثم إن طاعون عمواس ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كعلامة من علامات الساعة، لكن هذا الطاعون
ابتلي به خيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مات من جرائه فلان وفلان وفلان. أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة الذي قال لعمر أنا فر من قدر الله، قال نعم لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. وذكر له مثال أنه بإبله لو نزل واديا خصيبا وآخر مجدبا قد رعي فيه ففي أيهما ينزل، قال في الذي لم يرع فيه الخصيب الذي به العشب. فقال إذا نزلتها هنا فبقدر الله وإذا نزلت هنا فبقدر الله. فنحن نفر من قدر الابتلاء إلى العافية، ومن قدر المرض إلى الصحة، نعم، ونفر من قدر الخوف إلى الأمن، وهكذا. فهم جيد وعظيم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ملهم هذه الأمة ومحدثها. إن يكن في أمتي ملهمون فهو عمر أو فعمر منهم. وظل يسأل كبار الصحابة واختلفوا عليه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وقال عندي في هذا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكم إذا سمعتم بالطاعون في أرض وكنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم لم تدخلوها أو كنتم خارجها فلا تدخلوها. نعم. فحمد عمر ربه ورجع بالجيش. نعم. فالطاعون إذن له حكم. من بين الحكم التي تكشفت لنا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافه. هل انحصرت المسألة في هذا الشيء أو انحصرت الحكمة في هذا الأمر؟ لا طبعا، هناك حكم تظهر لنا، نعم، وهناك حكم تخفى علينا. وحكمة الحكم أن الله قد حكم. خلي المجتمع ليست فيه فاحش، ما ينتشر فيه الطاعون، ينتشر الطاعون لماذا؟ لحكم أخرى قد نتحسسها وقد لا نعرفها. فتقول حكمة الحكم أن الله قد حكم. هل من هذه الحكم دكتور ممكن أن يكون من هذه الحكم كما قال بعض طلبة العلم من أن كورونا والطريقة التي انتشر بها وسقوط الناس في الشوارع إلى آخره، هل يمكن أن يكون استثمارا لفرصة تقريب بعض معاني الأحاديث أشراط الساعة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الريح الباردة التي تهب في اليمن وتقبض أرواح المؤمنين؟ هل يمكن استثمار هذه الظاهرة في تقريب معاني أشراط الساعة؟ لا شك أن انتشار الأمراض والأوبئة بهذه الصورة هي من أشراط الساعة، لكن أن نتأولها على الريح التي تظهر ليس تأولا في اليمن، وإنما يعني فهما يعني الناس كانت تسمع هذا الحديث ولا تفهم كيف يمكن أن يحدث، فربما كورونا يعطي فكرة وصورة عن آلية حدوث بعض أشراط الساعة. أعيد السؤال. هو ليس تأويلا لحديث الريح الباردة، وإنما كانت كثير من المسلمين يسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة ولا يملكون لها فهما دقيقا، فربما يكون كورونا وما يشبهه من نوازل ربما يعطي فرصة للمسلمين عن تدبر وتفكر كيفية وقوع بعض أشراط الساعة مثل حديث الريح الباردة مثلا التي تقبض أرواح المؤمنين. نعم، وهذا الذي يعني تقول مثل، لكن لا تتأول بها. أنا على يقين أن مثل هذه الأوبئة هي من علامات الساعة. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر طاعون عمواس على أنه من علامات الساعة، فمعناه مع ظهور كل طاعون نعده من علامات الساعة. ونفهم أن الحديث الذي ذكرت، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، أن ظهور الفاحشة من علامات الساعة. ما يترتب عليه من أوبئة وأمراض إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا هي من علامات الساعة، لأنه مع التقدم العلمي الهائل والتقنية الطبية الخطيرة هذه الأمراض تزيد ولا تقل، تزيد. ونسمع عن أمراض ما سمع بها الأولون، وهذا ليس علميا محضا، بل هذا له أسبابه الأخرى
على أنك إذا وجدت الفاحشة تنتشر فتجد الأمراض تكثر. بل لو رحنا نقيم استبيانا قرية مثلا من القرى ليست فيها فاحشة ولا تزال محتفظة بدينها وبأخلاقها وكذا وكذا، يندر فيها المرض. نعم. لكن حيث المدينة وحيث يموج فيها الفساد يكثر المرض. سبحان الله، الناس في المدينة يعني يلتزمون بالقواعد الصحية والنظافة وكذا وكذا، فيكثر المرض. نعم، لأنه في جانب معنوي نعم. نحن نربطه من منطق الشرعي أو منطق النبي عليه الصلاة والسلام حين يذكر مثل هذا، فضلا عما يذكره القرآن الكريم من حكم الابتلاءات كأن تكون عقوبة للمفسدين في الأرض. فإذا وقعت على المؤمن كان الابتلاء على المؤمن رحمة. طب ما ذنب هذا المؤمن؟ اقرأ قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: استيقظ مغضبا محمر الوجه يقول: الله أكبر، ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صويحبات الحجر، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه. وأشار بالسبابة والإبهام إلى حلقة صغيرة. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم. فيهلك الصالح مع الطالح، ولكن الذي يمكن أن ينجو هو المصلح، كالذي نفهمه من قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب، فهنا ممكن هلاك المؤمن كالذين يخسف بأولهم وآخرهم بين يدي الساعة من علامات الساعة في الوقت الذي يظهر فيه المهدي ويخرج إليه بعث من الشام يريد قتال المهدي ومن تبعه، فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بهم جميعا وفيهم نعم. السوق وفيهم ليس منهم وفيهم وفيهم؟ فقال يا عائشة: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. طيب دكتور، حقيقة يعني ربما صار وقت الحديث عن الكيفية التي يواجه بها الإسلام مثل هذه الطواعين ومثل هذه الأوبئة، ولكن بعد الفاصل نريد أن نبحث معك هذا لو سمحت. هذا فاصل ومن ثم نواصل. أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث بشأن جائحة كورونا والتصور الإسلامي لها. حديثنا طبعا اليوم مع الدكتور عمر عبد العزيز القرشي، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب. مرحبا بكم مرة أخرى دكتورنا. الحقيقة هذا المحور من الحلقة مخصص لوصايا الإسلام وتوجيهاته وأحكامه وتشريعاته في مواجهة مثل هذه الأوبئة، لكن قبل ذلك ثمة رأي يقول بأن ليس من وظيفة الإسلام ولا من وظيفة العلماء الكلام بأن هذه الأوبئة والأمراض هي عقوبة أو ابتلاء، لأن ليست وظيفة الإسلام هذا، وأن وظيفة الإسلام هي إيجاد حلول لهذه المصائب والنوازل. كيف يمكن الرد على هذا القول دكتور؟ نقول وبالله التوفيق، نحن نتكلم فيما يخصنا وفيما ينبغي أن نفقهه من الجانب الشرعي، كما نترك المجال للطبيب فيما يخصه من تشخيص المرض ووصف العلاج.
هذا الانفصام الذي يراد أن يقال لماذا الشيخ يقول الكورونا عقوبة إلهية وهذه الأمراض نذر ربانية وكذا، هذا يأتي في ظل الحداثة، في ظل الانفصام النكد بين لا الواقع وبين إنما بعض طلبة العلم يقول هذا، ويقول هذا الكلام فيه نوع من التألي على الله دكتور. بما يتجلى لنا من حكم. لماذا؟ أي تألي فيه على الله عز وجل؟ يعني لما أقول هذا الابتلاء من الله عز وجل لوقوع معاصي ظهرت وانتشرت، أنا أتألى على الله ولا بستنبط من سنن الله التي قانونها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا؟ عندنا في القرآن الكريم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا ولو ردوه إلى الرسول، تعالى يا رسول الله ماذا تقول أمام انتشار الفواحش، أو ماذا تقول أمام انتشار الأمراض، ما تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال بسبب كذا وكذا من الأشياء الحسية، إنما تكلم عن جانب آخر مرتبط بالوحي الذي هو نور هذه الحياة. فقال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم والذين مضوا. هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. نحن كأهل علم أخذنا هذا الكلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام واستنبطنا عن طريق السنن الربانية التي نراها في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الأمرضة، هذه الأوبئة وهذه الأمراض التي عمت وطمت وانتشرت، لا شك أن لها جانبا معنويا يرتبط بانتشار الفواحش. نعم. بل لو رحنا نقيم استبيانا على هذه الحقيقة سنجدها على قدر ما تنتشر الفاحشة على قدر ما تكثر الأمراض. وإلا فما الحكمة في أنه يتقدم الطب وتكثر الأمراض؟ هل يجدون لذلك تفسيرا عندهم؟ نعم. طيب هذا وهو النظافة موجودة والتقدم الطبي والعلمي موجود والأمراض تزداد تزداد تزداد، لدرجة أنه الناس اللي درسوا الطب في أوائل هذا القرن، القرن العشرين بلاش 21، كانوا يعدون الأمراض يعني 50 مرضا 500 مرض. الآن كيف وصلت الأمراض ولماذا وصلت مع هذا التقدم الطبي والتقنية والنظافة وكل شيء اللي بيتم مع هذه الحضارة الحديثة تزداد الأمراض؟ نحن لا نجد لذلك مبررا ولا مفسرا إلا أنه البعد عن منهج الله والبعد عن دين الله وانتشار الفواحش والإعلان عن المعاصي والجهر بها وكثرة الفساد وظهوره في البر والبحر أدى ذلك إلى عقوبات من الله عز وجل تكون تذكيرا وتكون نذيرا وتكون تدميرا، ولا زلنا نعيش في النذر الأولى. نعم. طيب دكتور، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يربط ما بين عموم البلاء وجانب مفقود في الإسلام، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فلك أن تتأمل طيب. أمة دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني العقاب لا يكون عاما فيأتي مجزأ في بلد تلو بلد، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. نعم. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر أن وباء عاما سيعم البشرية، والسبب إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. هل عندك الآن أحد يأخذ على يد الظالم؟ طيب. الذين كانوا يأخذون على يد الظالم قتلوا أو هجروا أو سجنوا. طيب الفكرة هذه وضحت دكتور عمر، لكن أريد أن أسألك عن حزمة على يديه. الأوامر،
حزمة الأوامر والتوجيهات والوصايا التي يقدمها الإسلام لمعالجة مثل هذه الأوبئة، مثل هذه الأمراض، مثل هذه الجوائح. أن وباء الكورونا صار وباء عالميا، وأربطه بهذا الحديث وأذكر أن من أهم أسبابه السلبية التي منيت بها أمة الإسلام، فلا تقول للظالم أنت ظالم، ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. ونجد الناس يدعون الله فلا يستجاب لهم، لمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الظالم على الحق أطرا، أو لا يبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. طيب، هذه الفكرة دكتور حقيقة صارت واضحة بشكل كافي، لكن أريد أن أسألك عن حزمة الإصلاح. هل تسمعني دكتور عمر؟ دكتور عمر هل تسمعني؟ البعد عن الأمر بالمعروف. ربما أنا الدكتور عمر لا يسمعني، مضطرون تسمعني دكتور عمر؟ باسم الترفيه. طيب، ربما الدكتور عمر لا يسمعني مشاهدينا الكرام، مضطرون لأن نذهب إلى فاصل قصير لإصلاح هذا الخلل من المصدر، ثم نعود إليكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى وأخيرة في هذه الحلقة. دكتور عمر، جملة الوصايا أو التوجيهات التي يقدمها الإسلام لمعالجة مثل هذه الجائحة التي صراحة هي تخيف العالم. أولا، الجانب في الظاهر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل لكل داء دواء، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. فينبغي أن يبحث الأطباء والعلماء عن الدواء الذي تعالج به هذه الأوبئة، وهو موجود يقينا، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. السبب الثاني الظاهر: على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية من هذه الأوبئة، فهذه الأوبئة من جنس الأمراض المعدية، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه من قديم قسم الأمراض إلى نوعين: أمراض غير معدية، والتي ورد في مثلها لا عدوى، وأمراض معدية قال عنها عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يردن ممرض على مصح. هذا الحديث الذي هو القاعدة للحجر الصحي الموجود الآن أمام مرض بينتشر مع الغزاز، العطاس، مع اللمس، مع كذا وكذا، فنتخذ أساليب الوقاية، لدرجة أن المسلمين انصاعوا لكل ما طلب منهم بأن يكفوا عن الجمع والجماعات لما فيها من تجمهر وعدد كبير، في حين لم ينتهي الآخرون، لا أصحاب الفن ولا الإعلام ولا طرق المواصلات ولا غير ذلك، لكن نحن التزمنا بدون أن يفرض علينا حق التجمل إجبارياً، فعلناه اختياريا من باب الوقاية،
والوصية الخيرية العلاج. هذه أمور فضل. ما ذكره الأطباء في مثل هذا الوباء، قالوا لا بد فيه مضافة، ولا بد فيه من التطهر، غسل الأيدي، نعم كل هذا نفعله كمسلمين من هدي ديننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الجانب المعنوي فمثل هذه الأوبئة تذكير من الله عز وجل. الابتلاءات عموما تذكير، بعد التذكير تحذير، تحذير نذير، وبعد النذير عذاب شديد. فنحن إذا كنا في مرحلة التذكير أو مرحلة النذير، ونسأل الله العافية من العذاب الشديد، نبحث في ديننا في الجوانب المعنوية عن أسباب هذه الأمراض، فنجد آية تقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم شيء. مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام تورث الفتن وتورث العذاب الأليم. الله عز وجل وهو يذكر لنا قصة العذاب على مدى تاريخ البشرية، يحكي لنا تاريخ البشرية في آيات مثل: بل أرسلنا إلى أمم من قبله فأخذناهم بالبأساء والضراء، فأخذناهم بالبأساء والضراء نعم لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. سبحان الله العظيم. إذا الله يرسل البأس الذي يأخذ أشكالا متعددة من أمراض وأوبئة ومجاعات وخوف ودمار، لماذا؟ يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا أن يكون هناك صراع في رجوع إلى الله، في عقل طيب صلح مع الله عز وجل، طيب دكتور ولكن قلوبهم دكتور عمر وزين الشيطان ما كانوا يعملون. في سياق الحديث عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لمواجهة هذه الأوبئة والابتلاءات، حقيقة يحصل أن الناس اليوم تتناقل أخبار هذا الوباء بمقاطع مصورة ومقاطع مسجلة تنتشر عبر الواتساب ووسائل التواصل المجتمعي كالنار في الهشيم، فتسبب حالة هستيرية عند الناس، حالة خوف وقلق، يعني وللأسف هذا يقع فيه حتى طلبة علم، بل ربما يكون بعض العلماء أيضا يتناقلون هذه من دون التثبت والتأكد من مدى صحة هذه المقاطع. في هذا المضمار، ما الذي على المسلم أن يفعله بوعيه وإدراكه الإسلامي؟ الله عز وجل حذر من مثل هذا الناس التي يمكن أن تتناقل الأخبار بقصد الإرجاف، ويقع الناس في مثل هذا الخطر. أولا هو ده نقل للأخبار بدون تثبت، نهى الله عز وجل عنه على العموم وفي الجملة بمثل قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم حذر الله عز وجل من نقل الأخبار بقصد ترويع الناس، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا في باب الإنكار عليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ثم قال الله في آية أخرى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. هذا الذي يقع في أجهزة الإعلام وفي المواقع والسوشيال ميديا، الإعلام المجتمعي، نعم نعم هو نوع من الإرجاف كان دورا يقوم به المنافقون أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فحذر الله عز وجل منه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك به ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.
فالقرآن والله يتكلم في كل شيء، نعم ما فرط في الكتاب من شيء، طيب فهذه الجزئية موجودة أيضا في دين الله. ربما تجد الناس كل حاجة برضو عندكم لها تفسير في القرآن، تقولوا الأوبئة وتربطوها بالدين وكذا، وحتى الزلازل يقول لك ما هذه الزلازل المرتبطة بجيولوجيا الأرض تربطوها بالدين، وكانوا يقولون في مصر يعني خارجة عن حوض الزلازل. لم ينتهي نعم أهل العلمنة من هذا الكلام إلا وتبتلى مصر بزلزال 92 أوشك أن يأتي عليه. طيب قضية مش قضية حسية فقط ولا قضية أسباب فقط، من وراء الأسباب مسببات، وكل هذا نحن نجده في كتاب الله عز وجل الذي ما فرط في شيء، لا في عالم السماء نعم ولا في عالم الأرض، ولا الطائر يطير بجناحيه إلا وعندنا طيب فيه علم دكتور من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام، دكتور يعني كان لافتا حقيقا يعني احتفاء بعض كبريات وسائل الإعلام الدولية بالتوجيهات النبوية لمواجهة مثل هذه الأوبئة، وعلى رأس هذه الوسائل ربما مجلة نيوز ويك الذائعة الصيت في الولايات المتحدة الأمريكية. سؤالي هو التوجيهات النبوية فيما يتعلق بالحجر الصحي ولزوم العزل الاجتماعي وإلى آخره، هل هذه كانت أوامر شرعية من النبي صلى الله عليه وسلم أم توجيهات دنيوية؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اجتهاداته صلى الله عليه وسلم إذا خالفت ما أراده الله عز وجل صوبت بالوحي، ومشورته لأصحابه إذا خالفت الأفضل إلى ما هو مفضول نزل القرآن يعاتب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمسألة الفصل ما بين اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أنه وحي مسألة يعني لاكتها ألسنة أناس يعني لم يفهموا القضية. نحن عندنا النبي عليه الصلاة والسلام نقبله بكامل ما نطق به، حتى في الجوانب المرتبطة بالطب هذه ما دام نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام وصح الحديث عندنا فيصبح وحيا، لمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه. فلماذا أن أخذ منه الجانب التعبدي ولا ناخذ منه الجانب الطبي؟ واقول هذا الجانب التعبدي هو الذي ينبغي ان يؤخذ في مجال التشريع، اما الجانب الطبي فاتركه للاطباء، او اذكر الحديث تبركا عن النبي عليه الصلاه والسلام. وصلت المساله لهذا، وانكروا على النبي عليه الصلاه والسلام احاديثه التي قالها، وفي الاخير بدات ملامح الاعجاز العلمي بالنسبه لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كما قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق. يوم طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام: السوداء شفاء إلا السلام، كم أخذ هذا الحديث من سخرية استهزاء بعالم الطب. طيب أرجو دكتور عمر، يعني صوتك يتقطع، أرجو أن تنتبه لموضوع السلك. دكتور دكتور عمر بحيث يعني دكتور على عمر يعني أرجو أن تسمعني، يعني عندك الصوت يتقطع، أرجو أن تنتبه للسلك الموصول عبر الحديث. يعني أريد أن أسألك سؤالي الأخير في هذه الحلقة، أنت ذكرت بأن هذه الأوبئة عقوبة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كيف السبيل الشرعي لرفع هذا البلاء، الوسائل الشرعية لرفع هذا البلاء عن المسلمين وربما عن البشرية، وما مدى امتلاك المسلمين الوعي اللازم والكافي لفهم وتطبيق هذه الوسائل؟ العلاج من كتاب الله أولا، هذا الذي نزل بنا بلاء أم ليس بلاء، محنة أم ليست محنة، مرض أم ليس مرض، كل هذا طيب نوع من البأس. قال الله فيه جملة مختصرة لأن القرآن بليغ، قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما نتضرع إلى الله، والضراعة إلى الله الجانب اللي هو ما وراء الأسباب، أخذ الأسباب تكلمنا عنه، الآن نتكلم عن ما وراء الأسباب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذه الضراعة فيها قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون،
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الآيات. وأما في السنة فقد ورد لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. هذا بلاء وهو بذنوبنا، وعلاجه التوبة تكون إن شاء الله علاجا ناجعا، ولا يرفع إلا بتوبة. لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وعندك من سبل النجاة ما قاله عليه الصلاة والسلام لمن سأله كيف النجاة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. خذه على التخصيص مع مرض الكورونا، وخذه على العموم في زمن الفتن. أمسك عليك لسانك وليسعك بيته وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك بحيث إذا كان هناك حق توضحه وخلق تصلحه، هذا الذي هو مطلوب منك. لا خير في كثير من سواه إلا نعم من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم دكتور، يعني كما جرت العادة في هذا البرنامج بقي عندنا دقيقة واحدة، بهذه الدقيقة ب60 ثانية ماذا يمكن أن تضيف لهذه الحلقة مما لم يرد ذكره في طيات الحديث عن موضوع الحلقة؟ أننا ينبغي أن نستغل هذا الموقف في الدعوة إلى الله عز وجل، ومحاولة عودة الناس إلى دين الله وإلى منهج الله والصلح مع الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وخير الكلام ما قل وضل. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر عبد العزيز القرشي، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. كل الشكر لكم مشاهدينا الفاضلين على طيب المتابعة. في حراسة الله.